قام فريق اللجنة المشتركة في الهيئة العامة للقوى العاملة بحملة تفتيشية على مستودعات سوق الخضار والفاكهة في منطقة الصليبية بهدف التأكد من مدى التزام أصحاب العمل والعمالة الوافدة بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل. وقد أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 30 عامل يحملون مسميات عمل مختلفة لا تتطابق مع طبيعة العمل في الفرضة، وقد تم ضبط عدد منهم وتحرير مخالفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. اخذ بطاقة فيصل في واحد ثاني. بطاقة مدنية. كم واحد تحت؟ يمكن في واحد ثاني. خالف. منو ما عنده هوية؟ اليوم تفتيشنا مثل ما تشوفون على فرضة الصليبية، تفتيش على العمالة في مركز عمل غير محدد، وتم ضبط تقريبا 30 عامل، منهم مزارع يشتغلون في الفرضة، ومنهم خدم، ومنهم تربية أغنام، وراح يتم تحرير مخالفات العمالة هذه وتوجيه لصاحب العمل وقف الملف لحين مغادرة العمالة.